اما الواحد يتذكره حتى النوم يطير من عيونه، لانه يعبر على المحصول بشكل عام، ما يخليه لا اخضر ولا يابس. اثرت علينا بقوه بشده، ما نستفيد منها حاجه، يعني كله ضاع كله معاها. خوفنا مره على ليات توفي راح لحظه، اللي تزرعه في سنه يجيب لك في 5 دقائق ولا 10، ياكل كل ما في المحاصيل في المزرعه. الخوف والفزع، يعني لا يا مثلا يقضي على حق المحاصيل الزراعيه بشكل عام، يعني يتوقع المزارع خسائر، يعني خسائر فادحه. رضى علينا الزراعه كله تعبنا يروح بالفاضي لما يجي اليرى تعيب، ولك لا زرعاتنا حكيمه بنخاب بناكل منين.